السلام عليكم. نروحوا اليوم إلى ولاية قسنطينة لنقف على وضعية المشروع تاع المركز الإسلامي لمدينة قسنطينة واللي يقع بالمدينة الجديدة نتاع لمنجلي. إذن وهذا المشروع يعني حسب الصور انتهت الإشغال به، ما بقى إلا عملية تاع التجهيز والافتتاح إن شاء الله في الأشهر القليلة القادمة، واللي مثل هذه المراكز مهمة جدا في نشأة وتربية ونشأة يعني الشخصية الجزائرية وإذن والشباب خاصة. نخليكم تتابعوا هذا الفيديو نتاع المركز الإسلامي الجديد بمدينة تعليم منجلي، والسلام عليكم.